إذن بعد قطيعة دامت 4 أعوام عادت العلاقات الكاملة بين أنقرة وتل أبيب، تبادل للسفراء واتفاقات شاملة، وذلك في أحدث خطوة للمصالحة بين البلدين. مكتب رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد أعلن الخطوة المتوقعة منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة في مارس الماضي. لابيد وصف استئناف العلاقات بأنه يمثل رصيدا مهما للاستقرار الإقليمي وأنباء اقتصادية مهمة للغاية لمواطني إسرائيل. في المقابل أكد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو قرار إعادة السفيرين، وقال إن أنقرة سترسل سفيرها إلى تل أبيب. من بين الخطوات التي خططنا اتخاذها لتطبيع العلاقات كان هناك أيضا إعادة تعيين السفراء المعنيين، وإذا كنت تتذكر فقد ألقينا بيانا في المؤتمر الصحفي الذي عقدناه مع السيد لابيد بأننا بدأنا العمل على تعيين سفراء. هذه الخطوة الإيجابية جاءت من إسرائيل نتيجة هذه الجهود، وتركيا قررت أيضا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب. بالعودة إلى أسباب القطيعة بين أنقرة وتل أبيب، فقد ساد خلاف بين البلدين لأكثر من عقد من الزمن، وانهارت علاقتهما في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد صراحة سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. في المقابل اعترضت تل أبيب على احتضان أنقرة لحركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، ولطالما تحدث أردوغان عن أن موقف إسرائيل من الفلسطينيين يحول دون تطبيع العلاقات معها، وهاجمها في مناسبات عدة. لكن يبدو أن الموقف تغير اليوم، يطبع الرجل علاقات كاملة مع تل أبيب على رغم مهاجمته سابقا دولا اتخذت الخطوة نفسها. رجب طيب أردوغان. من المستحيل بالنسبة لنا قبول سياسات إسرائيل في فلسطين، من المستحيل بالنسبة لنا قبول موقف إسرائيل ضد إخواننا الفلسطينيين. أعمالهم التي لا ترحم هناك وموقفهم من الأراضي الفلسطينية أمر غير مقبول، هذا لا يتوافق مع فهمنا للعدالة وسلامة أراضي البلدان. هذا هو الموضوع الذي نختلف فيه مع إسرائيل، وإلا كنا نود أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل. تبادلت أنقرة وتل أبيب سحب السفراء في عام 2010 بعد مهاجمة قوات إسرائيلية السفينة مرمرة المتجهة إلى غزة في خرق للحصار الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك. بعد مصالحة وعودة السفيرين استدعت تركيا سفيرها مرة أخرى عام 2018 بعدما نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس. اليوم تعيد الدولتان علاقتهما الكاملة، مع تأكيد الرئيس الإسرائيلي على أن الخطوة ستشجع على علاقات اقتصادية أكبر وسياحة متبادلة وصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والتركي. فرغم الخلافات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة استمرت التجارة، وظلت تركيا وجهة مفضلة للسياح الإسرائيليين عدا عن التعاون الاستخباراتي المتواصل. وكان أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة ومشاريع أمن الطاقة، مع احتمال نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا في وقت تثير الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن الإمدادات. في يونيو الماضي دعت إسرائيل المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن خوفا من هجمات من إيران قبل خفض مستوى التأهب، أمر قالت الرئاسة الإسرائيلية عنه في بيان إن هرتسوغ شكر أردوغان على جهوده لتحييد الأنشطة الإرهابية على أراضيه. لكن الرئيس الإسرائيلي أضاف بأن التهديد لم يزل بعد ويجب الاستمرار في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعاون الأمني يعزز الثقة بين الحكومتين والشعبين. زيارة فعلا مهمة جدا، يعني بالنسبة